شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت كل اللي عملناه ان عملنا الفاليديتور الخاص بينا اللي موجود فين؟ اللي موجود في التايب سكريبت. تمام، المفروض هنبدأ بقى نهندل ما بين التايب سكريبت والاتش تي ام ال. هفكركم ان الفول نيم عملنا ريكوايرد ومين لينس، الجيميل ريكوايرد وباترن، فور الفون عملنا required ومين لينس وماكس لينس وباتر. تمام، المفروض ان كل ايرور بيبقى ليه مسج، عشان لو الايرور ده فعلا موجود يظهر لليوزر صح ولا غلط. تمام، انا هروح هنا في البوت ستراب هقول له جيت ستارتد. تمام، هقول له هنا ايه اليرت. ركز معايا عشان ما تلخبطش، هناخده الدنجر اهو مفيش مشكله. هروح في الاتش تي ام ال. تمام، هنا ده ايه؟ ده اول حاجه ده الفول نيم صح. هحط له كام؟ 2، لان انا عندي فاليديتور ريكوايرد ومين لينس. جميل، حلو كده، خلصت ايه؟ خلصت الفول نيم. خلينا نعمل كومنت. مفيش كومنت في HTML، خلاص مش مهم اللي هما الاثنين دول. تمام، هنزل هنا الجيميل 1 2 برضو required والباترن. الفون نمبر عندي 4، جميل اهو. هنروح هناك، شايفين دول اتنين دول 4. جميل جدا، نقفل البوت ستراب مش عاوزينه. نبدأ نحط الايه الايرز بتاعتنا. تمام، اول حاجة في الفول نيم هقول له هنا ايه فول نيم is required. تمام، حلو، ده اول حاجه، لان اول ايرور عندي اهو فول نيم از ريكوايرد. تمام، تاني حاجه هقول له فول نيم اهو، هقول له ان فول نيم ما ينفعش الا عن كام؟ ما ينفعش الا عن 6. هقول له فول نيم ماست بي، تمام، not less than 6 digits. جميل، ان الايه ان الفول نيم بتاعي اللينس بتاعه ما ينفعش ينقص عن ايه عن 6. تمام، كده احنا عملنا التو ايرور بتاعنا بالنسبه لايه للفول نيم. تمام، انتهينا منهم كده، خلصنا دول، ده اهو. تمام، هنخش بعد كده على ايه، على الجيميل. اول حاجه هقول له ايه جيميل او انفاليد جيميل. جميل، بعد كده تحت هقول له ايه انفاليد جيميل، دي خاصه بالايه بالباترن. تمام، خلينا ناخدها نحطها تحت عشان يبقى بالترتيب. ودي المفروض يقول لك ايه ايميل از ريكوايرد. تمام، اهو هاخد برضه دي انفاليد ايميل، بلاش جيميل، ايميل. تمام، خلصنا ديت، خلصنا تاني واحد. تمام، نيجي لاخر واحد اللي هو الفون. اول واحده هقول له فون از ريكوايرد. جميل، ريكوايرد، حلو. بعد كده تاني حاجه هقول له ان الفون ماست بي نوت مور ذان 11 ديجيت، انه ما ينفعش يزيد عن ايه عن 11 ديجيت. تمام، وبرده ما ينفعش يقل عن ايه عن 11 ديجيت. فانا هقول له هنا اهو، هاخد دي كمان كنترول سي، هقول له ليس ذان 11 ديجيت. تمام كده، احنا عملنا ايه؟ عملنا في الفون الريكوايرد والمين لينس والماكس لينس
والايه فاضل الباترن. الباترن هقول له ايه؟ هنا عاملين واحده زياده تمام اهي سيبك منها كده. الاول واحده الثانيه الثالثه هقول له هنا ايه؟ invalid form. سهله سهله. هنروح هناك اهو تمام. full name is required, full name must be not less than 6 digit تمام. الايميل والانفاليد هنا الفون الاربعه بتوعهم اهو مفيش اي مشكله كده. دول الايرورز بتاعتنا طبعا المفروض ما يكونوش بالمنظر ده, المفروض يكونوا مخفيين. ده كله ان شاء الله هنشوفه ان شاء الله المره الجايه. لكن احنا ايه حطينا الايرورز بتاعتنا وهندلناهم زي ما احنا عاملين بالظبط فان هنا في الفاليديتور. جميل. ان شاء الله المره الجايه نشوف هنقدر بقى ايه نهندلها ازاي. جيت اد هروح هناك اخد ديت, كنت عامل كرييت اليرتس ايرورز اوف انجولار فاليديشن في سي اس, هعمل كوميت كنترول في. انا ما خدتهاش كوبي ولا ايه اهي كوبي. هروح هناك كنترول في هعمل كلوزس تمام. كوميت اند بوش, كوميت اند بوش بوش. هستنى قبل ما يعمل بوشنج. خلص البوشنج هروح هناك هلاقي عمل لي كلوزد اهو الكوميت بتاعتي كل حاجه تمام مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه تواصل معايا, هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.